يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. إن الدين أيها الأحباب، ومن خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى تجديد بين كل فترة وأخرى. يا ترى ما هو هذا الدين الذي يجدد للأمة؟ هل هو تجديد في أصل الأحكام؟ هل هو تجديد في أن نغير ملامح الحلال والحرام كما فعل بعض دعاة التنوير والتفكير والتحرر الثقافي؟ ما هو التجديد؟ هل هو أن نتجاوز النصوص؟ هل هو أن نحذف السنة على رأي بعض التيارات الباطنية المزندقة التي الآن تنخر في الأمة لإجهاض صحوتها وتلعب دور الذراع الأخطبوطي التآمري لصالح أعدائنا تحت عباءة اللحى والإسلام والتزكية والتربية؟ ما هو التجديد؟ ما هو التجديد؟ هو أن نختزل 3/4 آيات كتابنا ونحصر الدين في أشكال وطقوس مكررة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما هو التجديد؟ ما هو التجديد؟ هو أن نجعل كتاب الله خلفنا ظهريا، وأن نسعى لاستيراد الآراء والأفكار البشرية من هنا وهناك، ونصبغها بصباغات الدين ونسوقها للناس على أنه دين تجديد. إن التجديد أيها الأحباء، المقصود في هذا الحديث هو إكمال الناقص من الدين في حياة الأمة، وتذكيرها بما غفلت عنه، وتعليمها ما جهلت منه. أي الفرائض المغيبة تعود إلى الظهور من جديد، لأن الفرائض المغيبة من ديننا ما غيبت من تلقاء أنفسها، إنما غيبها الأعداء من خلال مخططات طويلة الأمد. إن التجديد المعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يحمل المسلم دينه كاملا. فإذا كانت هناك جوانب مضخمة على حساب جوانب، علينا أن نعيد التوازن. إذا كانت هناك أمور حذفت على حساب أمور، علينا أن نستعيدها لكي يكمل الدين في حياة المسلم. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.